السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي سناب رئاسة الحرمين. كجزء من رسالتها لخدمة الحرمين وبهدف تمكين رواد المسجد الحرام من غير الناطقين باللغة العربية على فهم الدروس والخطب المقامة بالمسجد الحرام، تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحدة لسان الحاج التابعة لإدارة الترجمة بالمسجد الحرام، وسوف نطلعكم على عدد من هذه الخدمات في هذه التغطية، تابعوا معنا. خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من اللغات لترجمة الخطب والدروس والإرشاد المكاني كالإنجليزية والأردية والفرنسية والمالاوية والفارسية وكذلك الهوساوية. معنا الآن المشرف الميداني لوحدة لسان الحاج الأستاذ محمد الشريف. بداية، ما هي الخدمات التي تقدمها وحدة لسان الحاج؟ وحدة لسان الحاج المعتبرة تقدم خدمات زوار بيت الله الحرام لترجمة الخطب والإرشاد المكاني بعدة لغات، لدينا 10 لغات لوحدة لسان الحاج المعتبر، منها اللغة الإنجليزية واللغة الأردية واللغة الفرنسية واللغة الفارسية والفرنسية والصينية، وكذلك هي 10 لغات. لدينا هذه اللغات موزعة داخل أرجاء الحرم ومن مختلف اللغات على مدار 24 ساعة، يقوم الشباب بإرشاد التائهين إلى أماكن استدلالهم بعدة لغات، وكل شخص لغته الخاصة به، وكذلك ترجمة الخطب القولية التابعة لإدارة الترجمة، يقومون بترجمة الخطب ليوم الجمعة. كيفية الاستفادة من هذه الخدمة، كيفية الاستفادة من ترجمة الخطب، كيف أقدر أستفيد منها؟ استفادة الترجمة من الخطب يوم الجمعة هي عن طريق توزيع السماعات، لدينا هدايا لحجاج بيت الله الحرام وقسطينة بلغاتهم التي خارج غير اللغة العربية غير متحدثين بها، وعلى يتم تشغيله على تردد FM لكل لغة تردداتها. كما تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم ترجمة الخطب عبر موجات أثير FM، وأيضا عملت الرئاسة على توزيع كونترات خاصة للإرشاد المكاني بلغات متعددة. Our pride is to serve visitors. شكرا لك وهم خدمتك لها فخرها. خدمة أرام مؤتمر لتانا سوتييني أكاد سمك سمك كتا. Service du Pèlerin est un honneur pour notre peuple. أيا كانت لغة ضيوف الرحمن فبالمسجد الحرام سيجدون من يرشدهم ويلبي احتياجاتهم بلسان حالهم. مع الشكر والتقدير للأخوة الزملاء في وحدة لسان الحاج على ما يقومون به من جهود لخدمة زوار وقاصدي بيت الله الحرام، وخدمة معتمرين شرف لمنسوبينا. في أمان الله.